السلام عليكم، إن شاء الله راح نبلش شرح فيديوهات حل أسئلة لمادة المد. أول شيء الأول والثاني والثالث بتذكر أن حليناهم قبل هيك فيديوهات الشرح تشابتر 1. طيب وهسه راح نبلش بشرح الأسئلة على تشابتر 2 3 4، وإن شاء الله راح نضيف أسئلة كثير، يعني إن شاء الله راح نعمل فيديوهين أو ثلاث عبارة عن حل أسئلة. فإن شاء الله يعني اللي بحضر لحد الفيديو الماضي، ترى اللي بيحضر لحد الفيديو الماضي وتقريبا انهى المادة، بس اذا انت ما حليت اسئلة على الفاضي فان شاء الله هسه اللي بيحضر بعد الفيديوهات هاي راح تتصور غالبا فيديو فيديوهين ثلاث، راح تكون انت قادر انك تجيب علامة كاملة باذن الله. طيب خلينا نبلش بالسؤال هذا. How much could the company afford to spend now on a new equipment if spending 200,000 dollars 1 year from now and 300,000 dollars 3 years from now if the company use interest rate 15% per year. تمام، أول شيء لازم نفهم السؤال. لما قال لي هاو ماتش يعني بده المبلغ، هسا شو قال لك؟ to spend now، to spend now يعني بده المبلغ اللي بدي إياه هسا، يعني ال P مجهول. هاي كمان السؤال، لحتى يشتري معدة جديدة if spending 200,000 دولار 1 year from now و 300,000 3 years from now. طيب بنركز انه احنا بنرسم الكاش فلو عند الصفر، قلنا عندنا البي مجهول، spend now يعني لا تحت. هسه قال لي 200,000 1 year from now، كلمة 1 year from now يعني عند السنة الأولى، فعند سنة واحد شو في عندي؟ في عندي 200,000 200 كي يعني، او 200 ضرب 10 قوة 3. وقال لي 3 years from now يعني عند سنة 3 برضه في عندي 300,000 300 كي. قال لي الاي 15%، بحكي لي ايش؟ احسب بي. خلص سهلة سهلة جدا، بنعرف انه البي هي ايش؟ هذا تشابتر 2 او حتى تشابتر 3 ممكن. بي بتساوي الاف اللي هي 200 كي 200,000 200,000 مضروبة في الفاكتور بي كيفن اف، الاي 15 والان اللي هي بين 1 و0 واللي هي 1 زائد 300,000 مضروبة في بي كيفن اف والاي 15 والان اللي هي بين 1 و0 واللي هي 3، بس طلعهم من الجدول او من المعادلة وخلص. بس انا بعطيك فكرة السؤال، بس هي هذا هو السؤال يعني بكون عليه 3 علامات غالبا. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي a company is expected to purchase a new production line equipment in 3 years if the new units will cost 350,000. How much should the company set aside each year if accounts earn 10% per year؟ تمام، السؤال هذا كثير زنخ، كيفين كثير زنخ. بالمسألة شو حكي لي؟ بالمسألة حكي لي انه انا كومباني بدها تشتري مركبة بعد 3 سنوات، اذا هاي الجديدة رح تكلف 350,000. اها حكي لي بدها تكلف 350,000، يعني هاي عند سنة 3 انا شو في عندي؟ في عندي 350,000. هيك معنى السؤال، هو قايل لي بدها تكلفني ويل كوست، ويل كوست 350,000 متى؟ على 3 سنين ونيو يونت يعني واضحة. بقول لي هاو ماتش كومباني سيت اسايد ايتش يير، يعني بده قديش الانوال، بما معناه قديش بده يحط كل سنة اذا الاي 10%. طيب سهلة، قديش بده يحط كل سنة؟ يعني هاي سنة واحد واضح هيك كامل انوال مجهول. خلص هسا ممكن طبعا عندنا طريقتين للحل زي ما درسنا سابقا، اما بنقول الفيوتشر للبريزنت وبعدين بحكي A given B، او كونه احنا بنعرف انه الفيوتشر توجد عند اخر دفعة انوال، فبالتالي مباشرة بقدر اقول ال A بتساوي 350,000 مضروبة في، انا بدي ال A ومعي ال F، ال I 15% وال N بدها تكون عدد السنوات اللي هم 3، في هم عدد السنوات بين 3 و0. ليش؟ لانه احنا دائما نقول عدد الاسهم، ليش انا اغلب حالي بستلف عدد الاسهم؟ انا قلت لكم 3 ناقص 1 زائد 1 اللي هي 3 ناقص 1 2 زائد 1 3، واللي هي احنا بنشوف دائما البريزنت تبع الانوال وين؟ البريزنت تبع الانوال قبل بسنه،
فأنا بشوف الفرق بين الفيوتشر والبريزنت فهي ثلاث بس. هذا هو حل السؤال. طيب اللي بعده. The profits from recycling paper, cardboard, aluminium and glass كذا كذا ماليش فيها. بقول لي الأرباح، بقول لي بتزيد ب constant rate، بتزيد بمقدار ثابت قيمته 1100 in each of the last 3 years إذا the profit at year 1 is expected to be 6000. طبعا أول شيء لنا من السؤال ك indication كان بقول لي have increased at a constant rate، يعني هو زاد معناته هاي جي، هو معطيني جي فعليا، قايل لي انه جي بتساوي 1100 دولار. شو حكي لي؟ بيقول لي اذا الربح بالسنه الاولى، يعني لو بدي ارسم كاش فلو دايجرام عند سنه واحد، سنه اثنين، سنه ثلاث، سنه اربعه، مثلا سنه خمسه على فرض. طيب عند سنه واحد شو قال لي؟ قال لي المبلغ 6000. قال لي اذا الربح ظل يتضاعف لحد سنة خمسة، يعني فإذا هاي 6000 هاي بعدها بدها تزيد 1100، 7100 وهكذا بدها تظل مكمل. فبالتالي هسا احنا ليش نغلب حالنا ونضل نكتب الأرقام على الكاش فلو؟ لا، أنا بقول لي أول شيء خلينا نشوف الفرق الأول. بقول لي قديش الربح عند سنة خمسة، هو مش بما معناه بده الفيوتشر، هو بده بس قديش قيمة المبلغ عند خمسة. سهلة، أنا بقول الأف عند الخمسة كرقم مش كفيوتشر، بدها تكون الأف اللي بالبداية اللي هو 6000 زائد قيمة الزيادة اللي هي جي في السنين اللي بينهم اللي هم أربعة بس. يعني أنا بما معناه أول سنة 6000، الزيادة الأولى هي حدثت هون 7100، اللي بعدها 8200، واللي بعدها 9800، 9300، واللي بعدها 10400. فالجواب اللي فوق هو 10400، بس أنا حليتها على القانون هذا. فهيك أنا عرفت عرفت شو اسمه، عرفت قديش المبلغ عند سنة خمسة. فأنا هذا القانون اللي أنا كتبته بقدر استفيد منه كالتالي. إن شاء الله راح نحل بروبلم إنه أنا بكون معطيني المبلغ بأول سنة، بكون معطيني المبلغ بأول سنة مثلا 10000، معطيني المبلغ بسنة مثلا رقم أي 9، تمام، هاي بسنة واحد وهاي بسنة 9، معطيني 150000، وقايل لي إنه هو كان يزيد بكونستنت ريت جي. الجي مش معي بس انا الجي بقدر احسبها، كونه بيزيد من سنه واحد لسنه 9 15000، فهي زي السلوب. كيف يعني زي السلوب؟ بحكي قيمه الجي بتساوي المبلغ بالسنه الاخيره ناقص المبلغ بالسنه الاولى، هو سلوب على السنه الاخيره ناقص السنه الاولى. هيك بقدر احسب الجي، هيك بقدر احسب الجي. فانا على هاي الفكره حليت هاي، اوجدت المبلغ عند السنه الاخيره. انسانا احنا بدنا الفرع الاول، الفرع الثاني قصدي. الفرع الثاني شو قال لي؟ قال لي قديش البريزنت وورث، بده البريزنت وورث اذا الفائده 8%. سهل جدا، انا عندي هون 6000 بيس اماونت يعني بما معناه، وهون عندي 10400 وقاعد ايش بزيد المبلغ، هاي سنه واحد هاي سنه خمسه، وهذا ايش عند الصفر. شو هو حكى لي؟ بده البريزنت. هون سهل، البريزنت عند الصفر كنا بنجيب البريزنت من الانوال اللي هو البيس اماونت 6000 بي جيفن اي الفائده 8%، والان 5 اللي هي البريزنت الواحد وين؟ عند الصفر. فالمسافه بين الخمسه والصفر كم؟ 5 زائد الجي، هذا كله درسناه سابقا، في بي جيفن جي والاي 8% والان برضه 5، دائما عدد سنوات الانوال نفس عدد سنوات الجريدينت وبس. طيب اي بنيجي لهون. A company wants to borrow a money if the company offers to repay the loan at 16,000 in year 1 and amount increasing by 10,000 each year through year 5. How much the company borrows at an interest rate. طيب بقول لي شركة بدها تقترض مبلغ، شركة بدها تقترض مبلغ، يعني متى الزلمة بيقترض بالعادة؟ بالسنة الأولى أو بالسنة صفر. يعني بقول لك بده يرجع المبلغ ب60,000 عند السنة الأولى، وبده يبلش يزيد بمقدار 10,000 لحد سنة خمسة. هذا السؤال نفس السؤال تبع قبل شوي. هون قال لي عند 60,000، هون عند الصفر عندي بريزنت مجهول، أو خلينا
حط السهم لفوق. ليش؟ لأنه برز بده يأخذ مصاري، تمام، بده يبلش يرجع المصاري لتحت 60,000، ويبلش يزيد بقيمة 10,000. يعني هاي 60,000 سنة 2 سنة 3 سنة 4 سنة 5، فهون 70 هون 80 هون 90 هون 100,000. أنا بديش هاي الفكرة، أنا شو بدي؟ بدي البرزنت وورث. سهلة، خلص البرزنت وورث زي قبل شوي، بيس أماونت في بي جيفن إيه، والآي 10% والإن 5، زائد الجي اللي هي 10,000 في بي جيفن جي 10% والآن 5. هذا نفس السؤال قبل شوي بالضبط، بس تغيير المبلغ. خلاص هيك احنا تمكنا من موضوع الجريدينت، هيك احنا تمكنا من موضوع الجريدينت، هي هي السلافة. طيب هسا هاي الأسئلة كانت على تشابتر 1 و 2، على تشابتر 1 و 2. تشابتر 3 ما عليه أسئلة صراحة هون، تشابتر 3 راح نجيب أسئلته من الدوسية اللي هم الأسئلة اللي هون، اللي هم هون، اللي هم هذول راح يكون هون 14 سؤال. بس احنا هسه بدنا نفوت بشابتر 4، خلينا، لانه بصراحه يعني انا بس رجعت حضرت شابتر 4 مره ثانيه كان الاداء شوي بديش اقول ضعيف فيه، بس ممكن واحد ما فهم. فان شاء الله هسه راح نعيد الشرح نوعا ما هون بالاسئله. طيب شو بيقول لي بالمساله هاي؟ بيقول لي the cost of investment 3 years from now. نركز 3 years from now، يعني هم يعطيني future. 3 years from now is estimated to be 1,700,000. بيقول لي how much can the company afford to spend now. بده لي present with the minimum attractive rate of return 1.5% per month. اها منركز، هذا كيف عرفت انه chapter 4؟ عندي سنوات والفائده per month. طيب هسه شو اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي كالتالي، احنا اللي بصير عندي كالتالي، حكي لي عن سنه ثلاث كانه هذا الكاش فلو باليرز. نركز، يعطيني كاش فلو باليرز، قايل لي عند سنة ثلاث في عندي 1,700,000، تمام، وقايل لي هون البريزنت مجهول، وقايل لي الفائدة 1.5% ثلاث سنين ولا خمسة؟ ثلاث سنين، 1.5% بير مانث. اها معناته هذا الدرس على درس السنجل اماونت لما تكون البيمنت بيريود اكبر من الكومباوندنج بيريود، واحنا اصلا حكينا بالسنجل اماونت دائما البيمنت اكبر من الكومباوند. فبالتالي قلنا عندنا طريقتين، يا بنحول السنوات للاشهر يا بنحول الاشهر للسنوات. طيب نحله بطريقتين، الطريقه الاولى كونها هاي 1.5% بير مانث وسكت، هاي ركز هاي الملاحظات ما حكيتها بالفيديوهات السابقه، كونه قال 1.5% بير مانث وسكت معناها هاي افكتيف ريت، فهي الافكتيف بير مانث. فبالتالي انا كون الاي جاهزه افكتيف، ليش ما احول السنوات مباشره؟ كيف احول السنوات؟ احول السنوات لاشهر، يعني مباشره بقول البريزنت اللي بده اياه هو الفيوتشر مضروب في الفاكتور، الفاكتور بي جيفن اف، الاي جاهزه 1.5 بير مانث، والان بدل 3 سنين بحكي السنه فيها 12 شهر، فالثلاث سنين فيها 3 ضرب 12 اللي هي 36 شهر. انا ليش عملت هيك هذا اسهل لي، خلص خلص السؤال، اسهل لي بهاي الطريقه. ليش؟ لانه انا الاي اصلا افكتيف بير مانث، ولكن لو كان مكتوب جنبها كومباوندد كونتينيوسلي ولا غيره بالنهايه بدي اضطر احول، بدي احول لاي وحده بدي اياها. طيب هاي الطريقه رقم واحد. الطريقه رقم اثنين، لا الطريقه رقم اثنين انه طبعا هاي الطريقه صح 100%، الطريقه رقم اثنين اني احول الشهر لسنه. اها هسه بدنا نركز بشغله، لما شرحنا التشابتر بالبدايه قلنا اذا كان معطيني مثلا 1% بير مانث كومباوندنت مانثلي كنا نحكي افكتيف، هي اصلا لما نقول بير مانث كومباوندنت مانثلي هاي اصلا جمله بير مانث لحالها، جمله بير مانث لحالها هي نفسها بير مانث كومباوندنت مانثلي، هيك بما معناه. فبالتالي انا شو بسوي؟ بسوي كالتالي، انا بحكي انه مثلا لو بدي احول لسنين، هاي الاي بتصير 1.5 ضرب 12، 1.5 ضرب 12، ليش انا حولتها لسنه؟ فصارت 18% بير يير، بير يير، ولكن هاي شو ظلت؟ ظلت كومباوندد مانثلي، ظلت كومباوندد مانثلي، فبالتالي هاي صار اسمها ار. فبالتالي اذا بدي الاي بحكي هي 1 زائد ار
على ام. ام بتسأل حالك المانث كم بالسنة؟ 12 هو 12 ناقص 1، فهيك الناتج اللي عندي صار، بحسبه بعد، صارت عندي الفائدة 19.56%. هاي ايش صارت بير يير؟ صارت بير يير. طيب هات شو بحكي، البريزنت بساوي الفيوتشر مضروبة في بي جيفن اف، الاي 19.56 والام 3. ليش صارت بير يير وهاي بير يير؟ فهي لو بدي احسبها، ما انا بعرف انه فاكتور البي جيفن اف معروف شو هو، اللي هو 1 زائد اي قوة ام، بس بالمقام، بس بالمقام. طيب بيطلع الجواب 900، بيطلع الجواب حسب الحل اللي تحت 994697 بوينت كذا كذا دولار. بنركز هون بالحل 994670، في فرق تقريب طبعا، يا من هون وهو اجباري من هون لانه هذا الفاكتور مقرب، او من هون. فبالتالي هي الحل نفسه، هذا الحل بالطريقه الاولى وهذا الحل بالطريقه الثانيه. طبعا مين اسهل؟ الاسهل انه اخلي الفائده بالشهر وايش، واحول السنوات. هاي الحاله متى تستعملها؟ استعملها فقط، استعملها فقط اذا كان حكي لي بير مانث وسكت، اذا كان حكي لي بير مانث وسكت. اذا حكى بير مانث وسكت فهي ساعتها افكتيف، فليش ارجع احول لير وارجع اخليها افكتيف؟ لا، كانه افكتيف ساكت حول السنوات وخلاص. هاي بس في حاله البيمنت بيريود سنجل اماونت. طيب السؤال الثاني، how much will be in the account 12 years from now، كل قديش المبلغ بعد 12 سنه؟ هاي years لازم تكتب وحده الكاش فلو، قول لي عند سنه 12 قديش، يعني future. If you deposit 5000 now and 7000 years from now. اها، لما قال لي now يعني عند الصفر، شو في عندي؟ في عندي 5000. وعند 5 years from now يعني عند سنة 5، في عندي برضه 7000. شو حكى لي؟ قال لي إذا المبلغ اللي عندي فائدة I، خلني خلاص الآي، الآي تساوي 8%، 8 أنا مش شايفها، 8% بير يير كومباوندد كوارتر. اها، هسه هذا السؤال بيفرق عن اللي قبله. ليش؟ لو قال لي بير يير وسكت فصفى سؤال شابتر 2، بس كونه قال لي كومباوندد كوارترلي فانا هون مضطر اني احول. هسه زي قبل شوي، يا بحول كل شيء ليرز يا بحول كل شيء لكوارتر، فانا لا، بالنسبه لي حاب احول لير. هسه الاي 8% بارير، هاي هي الار، الار جاهزه بارير وهاي بارير، معناها في ما في اي مشكله. طلع علي احول لكوارتر، فبقول الاي بتساوي 1 زائد ار على ام قوة ام. الام ايش؟ بسال حالي الكوارتر كم بالسنه؟ 4 كوارتر. هيك انا قدرت اطلع مين؟ الفائدة بتطلع معي رقم، فبالتالي مباشرة الفيوتشر اللي بده اياه بقول هو 5000 في الفاكتور اف جيفن دي، والفائدة اللي طلعتها هون، والان هم كم؟ هو قال لي عند سنة 12 يعني، صح ولا لا؟ عند سنة 12 فهاي 12، الان 12 زائد المبلغ الثاني اللي هو 7000 برضه نفس الفاكتور اف جيفن بي، قصدي الاي نفس الاي هاي اللي انا طلعتها، والام بتكون 12 ناقص 5 واللي هي 7. بس هيها طبعا الفائده طلعت معها 2%. اها اوكي، اللي انا عملته صح 100%، وببصم لك بالعشر انه صح 100%، وتاكد اذا الجواب ما طلع 25000 هو فراطه راجعني. أول شغلة، طيب شو عمل هون بالحل؟
اللي عمله بالحل كالتالي، انا شو عملت؟ حولت الفائدة كاملة effective per year عشان اخلي السنوات تظل years. هو شو عمل؟ حول ال i per quarter وحول السنوات ل quarter، يعني صار عندي كالتالي: عند الصفر 5000، وعند الخمسة 7000، وهون 12 مجهول، ولكن هذا وحده 2 years. شو اللي عمله؟ قال لي انه ال i 8% على 4 صارت 2% بير كوارتر، بير كوارتر صارت 2% بير كوارتر كومباوندد كوارترلي، كومباوندد كوارترلي، كونهم نفس الاشي فهي افكتيف، فانا بس صارت افكتيف، فبالتالي شو الفيوتشر تبعي بده يكون؟ بقول لي بريزنت 5000 مضروب في الفاكتور اف جيفن بي الاي 2% كونها افكتيف. شو الان بتصير؟ الان مش سنين، بتصير ارباع، يعني كوارترات. فبقول انا ال 12 سنه كم كوارتر فيهم؟ بضرب 12 في 4 زائد السبع سنين كم كوارتر فيهم؟ 28. بس يعني نفس الفاكتور بس مكان هاي كم؟ هاي اي 24 28. هيها هو انحل زي هيك. هو ايش نعمل؟ تحولت الفائده لكوارتر، يعني هاي كوارتر وهاي كوارتر، فصفت ايش؟ صفت افكتيف، بضل علي اغير السنوات. فبالتالي انا متاكد انه درس البيمنت بيريود نفس السنجل بيريود، او قصدي سنجل اماونت، انه صار مفهوم. خلينا نشوف اللي بعده. مش سنجل اماونت، اوكي، وبلشنا بالسيريز، بلشنا بالسيريز. بيقول لي هون a company was awarded 5 year contract، عقد مدته 5 سنين. What is the present worth of the contract at 16% per year compounded quarterly؟ اوكي، معطيني ايش؟ فائدة تضاعف وما تضاعف، وبده له present worth. بقول لي اذا quarterly cost in year 1 through 5 is 2 مليون، 2 مليون per quarter. اها، رجعنا لنفس السلافة. هسه نقرا المسألة مظبوط، بتطلع عندي compounded quarterly، فإذا ال compounded period هي quarter، يعني 3 months. اوكي، بقول لي اذا الكوارترلي كوست من 1 ل 5 is 2 مليون، معناته هذا انيوال، ودفعته البيمنت بيريود برضه 3 مانث اللي هي كوارتر. لما يكون عندي سيريز، هنرجع للدوسيه، لما يكون عندي سيريز البيمنت بيريود اكبر او يساوي كومباوندنج بيريود، كنا نحكي بنطبق الدرس الاول، يعني مش هذا، لا الدرس اللي فوق، يعني مش تبع تحريك الدفعات، تبع مين؟ تبع البيمنت بيريود اكبر من بيرمنت بيريود. شو كان الهدف منه؟ اني اوجد الاي بير بيمنت بيريود، بس اوجد الاي بير بيمنت بيريود واحول السنوات. طيب بطلع على المساله، انا البيمنت بيريود عندي 3 مانث، فلازم احول الفائده. الفائده شو عندي؟ بير يير كومباوندد كوارترلي. سهله، بتصير الاي عندي كونها بير يير، لو احولها لكوارتر وهي كومباوندد كوارترلي فهي افكتيف، فبالتالي مباشرة الاي 16 على 4، لانه السنة فيها 4 كوارتر، فهي 4% افكتيف جاهزة بدون ما اعمل 1 زائد اي قوة ان، لانه راح تسأل حالك الكوارتر كم كوارتر؟ بتقول لي 1، فبالتالي نفس الشيء. فبالتالي شو بقول هسه؟ صارت عندي الفائدة البريزنت بتساوي الانوال تبعي، الانوال تبعي 2 مليون، 2 ضرب 10 قوة 6 مضروب في، انا بدي الاي فاي، بدي البي فبي جيفن اي، الاي 4%. هسه ايش هاي وحدتها؟ كوارتر، فبالتالي السنوات لازم يكون كوارتر، ف 5 يير هم 20 كوارتر، 5 ضرب 4، بس خلصت المساله. فلازم تكون فاهم انت على اي درس بتحل، هل هو البيمنت بيريود اكبر من الكومباوند بيريود، هل هو سيريز، هل هو كذا كذا. طيب نيجي للسؤال هذا، يقول لي هون a company income has average 3000 per month for 2.5 years. اها، يعطيني انه الدفع، الدفع بير مانث، بيمنت بيريود عندي 3 واحد مانث، قصدي شهر واحد الدفع، يعني كل شهر مقصود فيها. بيقول لي وات از ذا فيوتشر وورث، بده الفيوتشر افتر 2.5 يير، يعني اوكي هات انترست ريت 6% بير يير كومباوندد كوارترلي، الكومباوندنج بيريود كوارتر 3 مانث. اها، شو هذا الدرس؟ بيمنت بيريود اقل من كومباوند بيريود، وهون عندي انوال يعني سيريز، هذا الدرس تبع تحريك الدفعات. طيب هذا الدرس ما شرحته انا بالتفصيل،
فبالتالي بفصله هون بهذا السؤال. برجع بكرر، أنا إذا عندي البيمنت بيريود بالسيريز بيمنت بيريود أقل من كومباوندينج بيريود، لازم يكون عندي شرطين. الشرط الأول إنه ما يكون عندي نو انتربيديوت انترست، أو إذا كان عندي انتربيديوت انترست. النو انتربيديوت انترست بصير في عندي تحريك للدفعات السنجل، حيث الموجبات بحركهم للبداية والسالبات بحركهم للنهاية. أما إذا نو انتربيديوت انترست ممنوع أحرك. شو معنى هاي الجملة؟ هسا لما أنا أحكي لازم أحرك، فبالتالي لازم أحول عندي، لازم أحول عندي الكاش فلو لفترة الكومباوندينج بيريود. يعني أنا هاي المسألة الكاش فلو، وين هاي المسألة؟ الكاش فلو لازم يتحول عندي لكوارتر وليس لسنوات. ولكن لو قال لي إنه في عندي انتربيديوت انترست، لازم أحول للبيمنت بيريود، لازم أحول للبيمنت بيريود. يعني بيصير زي الدرس اللي قبله. طيب هسا احنا شو بدنا نعمل؟ السؤال عندي معطيني الانيوال قيمته 3000، الاي 6% بير يير يير، وشو كومباوندد كوارتر. طيب بده بعد سنتين ونص. طيب اللي بدنا نسويه كالتالي، بدنا نحول كل شيء للكومباوند بيريود. كيف يعني؟ انا عندي بدفع كل شهر، فبدي اياه يصير يدفع كل 3 اشهر. يعني هذا وحدته كوارتر. يلا السنتين، السنتين كم كوارتر فيهم؟ 8. فالسنتين ونص فيهم قديش؟ 10. 2.5 × 4 = 10. فبالتالي هون عندي عند السنتين ونص 10. اوكي، وهون عندي 0 وببلش كوارترات. قال لي الانيوال، الانيوال عندي هالقد، قديش قيمته؟ 3000. 3000 كان بير شهر، كل شهر. فبالتالي بالثلاث اشهر قديش؟ بده يكون 3000 ضرب 3 يعني 9000. اوكي، هل عندي دفعات سنجل؟ بتقول لي لا، معناته ما في سلافه تحريك وما تحريك. فلو ما اعطاني معلومه النو انتربيدت انترست ما بتفرق معي، ما بتفرق معي. طيب فبالتالي هو بده البريزنت، بده البريزنت، بده الفيوتشر. فالفيوتشر شو بساوي؟ الانوال تبعي 9000 بدل 3000. بحكي اف جيفن اي، الاي عندي، اها الاي لسه ما حولتها، الاي يير، الاي 6% بير يير، لازم احولها لايش؟ كوارتر. هسه هي 6% بير يير كومباوندد كوارترلي، فانا بتكون افكتيف بس اذا خليتها كوارتر، اللي هي بتصير 6 على 4 اللي هي 1.5، والان 10، والان 10 بس، هي 9000 1.5 و10. فلاحظ انه السؤال سهل جدا، بس لازم تركز انت على اي درس، تركز على الكوارترات كم الكوارتر والفائده. الفائده كونها كومباوندد كوارتر اللي هي بير يير، لو انا حولتها لكوارتر صار كوارتر كوارتر، صار افكتيف يعني. طيب اخر سؤال يعني عندنا، A project is expected to cost 13 مليون. How much money must be set aside now in a lump sum investment to have money in 3 years? طيب نركز بشغله، انه عندي عقد اللامب سم. عقد اللامب سم عادة هو عقد بيكون الدفع فيه اخر اشي، يعني خلص انا بضل اشتغل 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 اشتغل، واخر اشي ايش؟ بندفع لي المصاري اخر اشي، اخر الشغل، هيك نوع العقد هذا. فبالتالي هو بده الفيوتر، بس انا مش لانه انا عارف شو يعني اللامب سم فهو بده الفيوتشر مثلا او بده البريزنت، لا. هو اول شيء بدوش الفيوتشر، لانه قال لي اكسبكتد تو كوست 13 مليون، يعني العقد تبع اللامب سم بده يدفع لي 13 مليون، يعني الفيوتشر 13 مليون وهو بده البريزنت. بس انا القصد انه مش لاني انا عارف انه هذا فيوتشر او بريزنت، لا، انا بقرا السؤال. قال لي بده يكلفني 13 مليون، بقول لي هاو ماتش ماني to be set aside now. بده له بريزنت، بده قديش ندفع لي الان، معناته 13 مليون هي فيوتشر. قال لي قديش؟ in 2 years. in 2 years اوكي، الدفع سنوات، البيمنت بيريود ايش؟ سنين. بالسنه الاخيره اللي هي 2 years، بالسنه الثانيه كان عندي المبلغ 13 مليون. بيقول لي كم البريزنت؟ طيب ما انتوا هذا سنجل اماونت، على سنجل اماونت، بس بنطلع على الفائده، الفائده 12% بير يير كومباوند كونتينوس. اللي بطلع اول شيء على الار، هاي الار الاسميه، الاسميه يير وهاي يير، فما في اي تحويل. فبالتالي كونتينوسلي بدي استعمل قانون اللي هو كونتينوس، اللي هي اي قوه ار 12% ناقص 1. بس اطلع الاي شو بصير عندي؟ تطلع معي 12.75. هسه شو بحكي؟ البريزنت بدي اياه، بده يكون عندي الفيوتشر مضروب في
بدل بي فبي جيفن اف الاي 1275 والان قديش سنتين بس فيا بوجدهم من الجداول او من المعادله او انتربوليشن. طيب السؤال الاخير بيقول لي if the company borrows 3000 now at an interest rate of 1% per month but the rate changed to 1.25 per month after 4 months how much will the company owe at the end of the year 1. اوكي شو قايل لي؟ قايل لي في عندي كاش فلو ناو عندي 300000 قال لي الانترست ريت 1% بير مانث وبتتغير ل 1.25 بعد 4 اشهر. اوكي لو هذا الكاش فلو بالمانث شو قال لي؟ قال لي الشهر الثالث والثاني والاول والرابع شو قال لي؟ قال لي الفائدة تبعتهم 1% ولكن بعد 4 اشهر لحد سنة يعني لعند شهر 12 هذول كلهم قديش كانت فائدتهم 1.25. يقول لي قديش الفيوتشر؟ سهل المبلغ 300000 فائدة معطيني اياها يلا فالفيوتشر شو بيساوي عندي؟ بدي انقل البريزنت تبعي من هون لهون وبعدين من هون لهون هي هي سلافتها ما بقدر انقله مرة واحدة لانه الفوائد مختلفة فبقول عندي 300000 مضروب في الفاكتور اف جيفن بي الاي 1% ال 1% على كم سنه كانت؟ كانت على كم شهر كانت؟ على 4 اشهر. بعدين بدي انقلها من هون شابتر 3 بضرب برضه اف جيفن بي الفائده 1.25 والان قديش؟ 12 ناقص 4 واللي هي 8 بس. يعطيكم العافيه. هذا اول فيديو على حل الاسئله خلص ان شاء الله الفيديو الجاي راح يكون اسئله على اول 3 شباتر. يعطيكم الف عافيه.